وحول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفية الفلسطينية رناد شرباتي. مرحبا بك معنا. المرصد الأردني المتوسطي لحقوق الإنسان طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإقالة مقررها المعني بحرية الدين في فلسطين. كيف ترون أداء هذا المقرر في رصده للانتهاكات الصهيونية؟ نعم، يعني بداية المقدسيون يعني هم متذمرون من حالة الصمت التي يشهدونها إن كان من الدول العربية والإسلامية وحتى من دول العالم وأيضا الأمم المتحدة. يعني المسجد الأقصى تشهد حالة من التوتر والغليان في الفترة الأخيرة، وخاصة في أول أيام عيد الأضحى الذي تم تنغيص فرحة المقدسيين، تنغيص فرحة الأطفال الذين جاءوا لأداء صلاة العيد إلى المسجد الأقصى المبارك، بدل من أن يقوموا بمشاهدة الهدايا والأجواء العيد والفرحة، قد تم مواجهتهم بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وأيضا الاعتقال والاعتداء بالضرب. يعني كانت هناك أستاذة رناد، هل تسمعينني؟ نعم. كنت نعم، هناك مشكلة في الصوت، استمري تفضلي. نعم، كنت الأيام التي شهدها المسجد الأقصى المبارك في الفترة الأخيرة، وخاصة في أول أيام عيد الأضحى، حيث أن الأطفال بدل من أن يشاهدوا أجواء الفرحة وقاموا بتواجه قنابل الصوت والرصاص المطاطي والاعتقال. نعم، هذا معروف أستاذ رناد. تعليقك حول موضوع يعني بيان المرصد الأورو متوسطي الذي انتقد المقرر مقرر المعني بحرية الدين في فلسطين والذي لم يخرج عنه أي إدانة تجاه الكيان الصهيوني. نعم، المرصد الأورو متوسطي فعلا حقوق الإنسان يعني دعا لإقالة المقرر الأموي المعني بحرية الدين والمعتقد في فلسطين، وذلك بسبب تحيزه للاحتلال. يعني أيضا لم يزل مطلقا انتهاكات الاحتلال في تقارير منذ عام 2016، أتحدث منذ عام 2016 عن العديد من الانتهاكات. هناك فلسطينيين قد تم تصفية دمائهم، وأيضا أطفال قد حكموا بمحاكم عالية في محاكم الاحتلال، منهم مقاصرين وأطفال تجاوزت أحكامهم 10 سنوات و15 عاما ليقبعوا في سجون الاحتلال، بالإضافة أيضا لتصفية دماء شهداء واحتجاج جثامينهم. حتى اليوم لم يتم تسليم جثامين العديد من الشهداء، نتحدث عن أكثر من ما يقارب 30 شهيدا واحتجاج جثمانه في ثلاجات الاحتلال. يعني جميع هذه الأوضاع التي لم يتم رصدها ولم يتم استنكارها حتى من قبل الأمم المتحدة، وأيضا يعني في هناك صمت دولي اتجاه وانحياز اتجاه الاحتلال. يعني لماذا يفسر ذلك السكوت تجاه الانتهاكات الصهيونية من قبل مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين في فلسطين؟ السؤال مرة أخرى، بماذا يفسر صمت المقرر المعني بحرية الدين في فلسطين كل هذا الصمت تجاه كل الانتهاكات الصهيونية؟ نعم، يعني هناك انحياز بشكل واسع مع الاحتلال ضد القضية الفلسطينية، وهو يعني ما شاهدناه منذ الاعتراف الأمريكي بأن القدس عاصمة للاحتلال. كان هناك يعني انحياز أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دعمها للاحتلال بشكل كبير، بالإضافة لما نشهده من اعتداءات مستمرة اتجاه مدينة القدس واتجاه أيضا الفلسطينيين عامة في جميع الأراضي الفلسطينية. يعني ولم نجد أي ردود فعل دولية وعربية تدعم الفلسطينيين. نتحدث عن ردود فعل جدية تقوم ليست فقط يعني استنكارات، ولكن حتى نعم. أستاذة رناد شرباتي كانت معنا من القدس الصحفية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.